أهلنا بيافة النصر والمنطقة، مشاهدينا وين ما كنتم، أهلا وسهلا فيكم بتلفزيون يافا الجماهيري. تلفزيون يافا هو مبادرة ومنصة جديدة لحتى نتواصل مع بعض بشكل أكبر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتحديد بنحكي عن برنامج الأربعة على الأربعة اللي بالبداية رح يكون عبارة عن حلقة أسبوعية تتضمن العديد من المجالات، منها الثقافية، الفنية، الإبداعية والجماهيرية. ولأن برمضان فحلقاتنا رح تكون متعلقة بالشهر الفضيل، وطبعا رح نتابع سوا برنامج ليالي رمضان 2 اللي بيكون فيه المجلس المحلي والمركز الجماهيري يافا الناصري. وأهم شيء ما تنسوش مسابقة رمضان القطرية واللي انطلقت الأسبوع الماضي وبتم نشرها بشكل يومي بصفحتنا على فيسبوك المركز الجماهيري يافا الناصري، واللي فيها نعرض 5 أسئلة بشكل يومي، وكل عليك إنك تجاوب على 5 أسئلة بشكل صحيح لمدة 5 أيام وراح تفوت معنا على السحب قسيمة شراء بقيمة 400 شيكل، ممكن يكون من نصيبك أو من نصيبك. واليوم بالحلقة راح يتم الإعلان عن الفائز بالأسبوع الأول. مساء الخير، يسرنا أن نعلنكم عن انطلاق تلفزيون يافا الجماهيري. راح يكون في التواصل معك ولك برامج النشاطات التربوية والثقافية، وراح يكون منصة منبر لكم لأهل يافا النصر ككل. فإحنا بسعدنا وبشرفنا تشاركوا وتكونوا بتواصل مع هذا التلفزيون. بالإضافة إلى ذلك يسعدنا المشاركة في ليالي رمضان اللي انطلقت خلال بداية الشهر الفضيل ومستمرة حتى نهاية الشهر الفضيل. وبهاي المناسبة الكريمة كل عام أنتم بألف خير بمناسبة شهر الفضيل، وكل عام أنتم بخير بمناسبة العيد، فينعاد عليكم بالصحة وبالعافية على مجتمعنا العربي مجتمع اليافاوي. أهالي يافا الكرام، كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة شهر رمضان الفضيل. إحنا اليوم في أواسط الشهر وبعدنا كمان أسبوعين لحلول عيد الفطر، فكل عام وأنتم بألف ألف خير، وإن شاء الله هاي الأيام الفضيلة بتمرق بأجمل ما يكون لإلكم ولعائلاتكم ولأهل البلد جميعا. بسعدنا اليوم باسم المركز الجماهيري نعلن عن انطلاق عمليا اليوم هو البث الأول لتلفزيون يافا الجماهيري، وطبعا أملنا أنه هاي المبادرة تكبر ويكون في تعاون مع كافة الهيئات كمان الموجودة في البلد ونطور برامج البث بما فيه مصلحة أهل البلد. وطبعا ما بننسى نذكر هون التعاون المهم والأساسي مع المجلس المحلي لتطوير هاي المبادرة وانطلاقها. حاليا احنا طبعا بشهر رمضان الكريم زي ما شفتوا تم بناء برنامج رمضاني واسع ومتنوع لجميع الفئات الجيلية اللي بدأنا فيه ب 16 شهر وراح ينتهي طبعا ب 9/5. البرنامج تم بتخطيط مشترك بين المجلس المحلي والمركز الجماهيري، واحنا طبعا املنا انه اللي قدمنا لكم اياه لحد اليوم كان ممتع ومشاركتكم كانت فيه بالشكل اللي انتم بتحبوه، وندعيكم طبعا تستمروا في متابعتنا بباقي البرامج لانه عن جد من هون لاخر الشهر رح يكون في برامج ضخمه ورح يكون في ليالي رمضانيه جدا حلوه، نتامل مشاركتكم فيها وانكم تتمتعوا معنا فيها. وكل عام وانتم بخير كمان مره.
المركز الجماهيري ريافة الناصرة اليوم عاملين فعالية تعيش لعائلات المحتاجة بمناسبة شهر رمضان الكريم. كل عام وانتم بخير. بدكو تعرفوا شو بصير بالمركز الجماهيري يافت الناصري؟ دوروا على صفحتنا بالفيسبوك المركز الجماهيري يافت الناصري. وعندنا حساب على الانستغرام كمان، البيت بيتكو. مرحبا، معكم الشيف عاطف سالم. بدي اقدم لكم وجبه رمضانيه اللي هي عباره عن سلطه ووجبه من تلفزيون الجماهيري تبع يافت الناصري. احنا بحاجه للسلطه: لوز، جرجير، عسل التمر، فجل، بندوره شيري، رقائق الذره بتتبيله الحلوه والحاره، باذنجاني وحده مشويه ومكشره، ورق دوالي، فليفله، زيت حامض، ملح وفلفل. بتسألوا حالكم يمكن المكونات شوي غريبة، ليش؟ لأنه اليوم إذا بدي أجي أعلمكم كيف تعملوا منسف بكونش هذاك الشيف الشاطر، لأنه كل واحد أمه بتعمل أحسن منسف يمكن يكون موجود في الدنيا أو الطبخات العربية. فحاولنا نفوت لكم إشي غريب وبنفس الوقت هو مفيد. السلطة بدنا نبدأ بتركيبها. الباذنجان نأخذه نفتحه على الصحن، باذنجان مشوي طبعا لا عليه زيت ولا عليه ملح ولا عليه اي شيء. بنحط عليه الخضره زي صحن الحمص، وهو نوع من نوع انواع الزينه، لانه الاكل هو نفس والعين بتاكل قبل التوم، دائما نسمع هاي الجمله، فبهمني دائما كمان يكون المنظر حلو. ورق الدوالي طبيعي منزيح عروقها لانه بدناش اياها، ومنقصهم.
في كتير منا ما دكوش ولا مرة طعم ورق الدوالي وهو بشي متبل، بس هو فيه طعمة حموضة اللي كتير زاكي وكتير بتفتح النفس. بعد ما حطينا أغلبية المكونات بنحطها بالكعرات، شوية لوز عليها، شوية زيت، شوية حامض، شوية ملح وشوية فلفل. طبعا هون بنتبل شوية ملح وفلفل، بنحط حبة زيت كمان عشان ينتلع معه، وشوية عسل الطمر. بنتبلهن منيح، وفضل دائما نعملها قريبة على الفطور. ليش؟ لأنه فيها ورق والورق بتهفت، وإحنا بدناش إياها تهفت، بدنا إياها تضلها حلوة وواقفة. بنحط فوقها الرقائق تبعون الذرة اللي تخرفنا عليها، بنفع نطبشهن، بنفع نحطهن كيف النفس. بس هاي اللي حطيته كامل عشان كمان نغمس فيه، وبعدين الباذنجان ناكل فيه، واللي مكسر كمان عشان ينطينا رونق أكثر للصحن. وهيك سلطتنا بتكون جاهزة. بالنسبة للوجبة الرئيسية، احنا بحاجة لزيت شوي او زبدة بنقدر نبدله، ملح، فلفل، فستق، حلبة، حمض سيوط اللي هو الكرز المنشف، دجاج، فيليه بقر، شعر كنافة، كريمة وجبنة البارميزان مع لحم مدخن. نوصل للوجبة الرئيسية. الوجبة الرئيسية حكينا انا حطيت شوية زيت لانه بدي امسح الكلاي، مش ناوي يكون الاشي دسم، لانه احنا بنكون صايمين طول النهار، بدنا نيجي لوقت الافطار فبدنا ناكل اشي اللي هو خفيف على المعدة. شوية زيت يا دوبني حطيت، بحطها على النار عبين ما تحمى. دايما مفضل نستنى الزيت على الكلاي عبين ما تحمى عشان اللحمة تتسكر. بقولوا الطباخين دايما نسمع انه اللحمة بدنا نسكرها. ايش يعني نسكرها؟ يعني كل السوائل الموجودة ان كان بالدجاج وان كان باللحمة ما تطلعش منها. اذا كليناها بزيت باردي كله بيطلع وبطل فيه لها طعم، بينما اذا استنيناها عبين ما حمي وحطينا شكفة الدجاج او شكفة اللحمة فهي هيك احتفظت بالسوائل تبعتها، واحنا دقناها وحبيناها واكلناها طعمة ازكى وجودة اكبر. هيك الزيت تبعنا بيكون صار حامي. شكفة صدر الدجاج كيف ما حكينا بشوية زيت بنحطها من دون ولا اي تتبيل. فيليه البقر كمان نفس الشيء، هيك اللحمة والدجاج انتو شايفين كمان ما فيش فيه سوائل، سكروا نتبه نسيهم كمان نسوه بشكة ثانية. بنحط عليهم الكرز، بنسيها طعمة حلاوة، بنحط عليهم الكريمة. بننزل الكريمة عبين ما تتجانس مع مية مع الدجاج نفسه ومع الفيليه بقر، فيليه عجل، تتجانس معهم وكمان يقل شوي من الكثافة تبعتها شوي صغيرة. وخلصنا احنا بنتايم بنحضر الصحن، رشة ملح، رشة فلفل خفيفة على الكريمة نفسها، هاي دور اللحم المدخنة، شكفة صغيرة احنا بحاجة، بنحط اللحم المدخنة تحت الصحن عشان كمان يطلع لها روتي بحظها مش ناقص. بنحط صدر الدجاج عليها،
الفيلي عليها، بنحرك الصوص ومنديره. جبنة البارميزان سعر الكنافي وفستق حلبي. هيك وجبتنا جاهزة، ألف صحة. السلام عليكم، كل سنة وانتم سالمين ورمضان كريم، والذكريات اللي عشناها واحنا صغار والعادات بعدها مأثرة فينا لحد اليوم قد ما هي كانت حلوة وإلها معنى. كانت الناس تصوم وتعيش على الطبيعة وتاكل الأكل الطبيعي كله من المواسم اللي كانت موجودة. إذا أجى الربيع بده يكون خضار، إذا أجى الصيف بده يكون خضرة الصيف وفواكه الصيف، والشتاء نفس الشيء. لما بيجي رمضان في أي موسم كانت الناس تاكل وتفطر وتتسحر من الأشياء الموجودة، ما كان حدا يكلف حاله بكلف أكثر من لازم. هاي الشغلة كتير مهمة بالنسبة مقارنة مع المصير اليوم، هاي نقطة كتير مهمة لأنه الأكل عم بتكوم على الطاولات وأغلب الأكل بيتكام. أكلات الحلوة كانت أكلات شعبية من البيت، موجودة من البيت وسهلة، مثل هريسة، مثل قاضي، مثل زلابي، بعرفش أي إشي حلو إنه من البيت. ما كان محلات دكاكين وشغلات من هالشيء. عادات تبادل الطبخات، مثلا تطبخي شغلة جارك طبخ شغلة تانية، انت توديله سحر وتجيب سحر من عنده، كان يتبادلوا. بالذات كان يركزوا كمان اكثر اشي على بار السن اللي عايشين لحالهم، يضمنولهم افطورهم، يودوا حدا من البيت قبل ما يفطر العائلة، يودوا لهذا الكبير بالعمر يودوا له فطور. في عادي انه كيف أيام الصيف، أكيد بأيام الصيف لما الناس معصبة بالمرش العاقل ومش عارفين إنه أجا رمضان، فيروح واحد من البلد يوقف عند أوضة بعد الحديث إسا موجود في مراحل غسلان. هي كانت آخر المراحل، بس إسا مش آخر المراحل، هي كتير دون بعدها. بس هيك مرة مرت شوط الغرفة أنا بعدها زي ما هي، كان يوقف واحد ينادي على الناس اللي بالمرش يا فلان على طول صوت عشان يسمعوه انه اجى رمضان. نشكر السيدة معوض على وجودها معنا اليوم بالحلقة الأولى من الأربعاء على الأربعاء في تلفزيون يافا الجماهيري. نتمنى لكم رمضان كريم، ونتمنى لها رمضان كريم يا رب لإلها ولعائلتها ولكل أهالي يافا الناصري، وكل عام وانتم بألف خير. نتمنى انكم استمتعتم. اسا اجى دور الاعلان عن الفائز في مسابقة رمضان القطرية اللي ننشرها يوميا على صفحتنا في الفيسبوك.
مبروك لشدى عصام صالح، رح نتواصل معك قريبا لنسلمك الجائزة اللي هي عبارة عن قسيمة شرائية بقيمة 400 شيكل. منشوفكم في الحلقة الجاية.